والآن سنتكلم عن إظهار الميم الساكنة. استمع ولاحظ نطق الميم الساكنة في الأمثلة الآتية: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ يمشي. أسمعت كيف نطقت الميم الساكنة؟ إنها نطقت مظهرة، وجاءت في كلمتين: في ألم تر، وجاءت في كلمة واحدة: في يمشي. فمتى تظهر الميم الساكنة إذن؟ تظهر الميم الساكنة إذا جاء بعدها أي حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء. ومن الخطأ أن نخفيها، كأن نقول مثلا: ألم تر كيف يمشي؟ وإخفاء الميم الساكنة خطأ شائع يكثر عندما يأتي خلف الميم الساكنة حرف الواو أو الفاء، وذلك لأن هذه الحروف الثلاثة تخرج من الشفتين، وإظهار الميم الساكنة في هذه الحالة يتطلب حذرا وحرصا. استمع إلى النطق الصواب: وهم فيها. ومن الخطأ أن نغن الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار، هكذا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ولكن كيف نؤدي هذا الحكم؟ لكي يتحقق إظهار الميم الساكنة فإنه ينبغي أن تنطبق الشفتان انطباقا تاما ولمدة يسيرة لينطق الحرف التالي بصورة طبيعية، مثل يمشي. الإظهار الشفوي يكون في الميم الساكنة إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء.